الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. هذا الحديث أيها السادة يبين لنا كيف تكون العلاقات بين المسلمين. هي قضية إصلاح بين من نختلف معهم أو بين المتخالفين، فالحديث يربط العلاقات بين الناس. لكن هنا سؤال: كيف يكون الإصلاح في هذا الحديث متقدما على الصلاة والصدقة وما إلى ذلك؟ يكون متقدما أيها الإخوة لأن بعض الخلافات وبعض الفتن تجر دماء، وربما تستباح فيها أعراض. من هنا كان الإصلاح بين الناس متقدما على الصلاة والصيام. والسؤال الآن أيها السادة: ما واجبنا اتجاه الحديث؟ واجبنا على الأقل أمران. الأول أن نكون مصلحين، فإن لم تكن مصلحا فلا تكن متسببا في الفرقة. ونحن نعلم أن الصلح جائز في كل القضايا، في القضايا الخلاف والقتال والخلاف بين الزوجين وبين المتداينين، إلا في حقوق الله. إذن أولا أن نكون مصلحين، ثانيا إن لم نكن مصلحين فلا ينبغي أن نكون مفسدين. والصلح كما تعلمون أيها الإخوة له شروطه، لا ينبغي أن يكون هكذا. من أهم شروط الصلح الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص الجاد لله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والثانية العدل، ألا نحيف. قد يكون أحدنا مصلحا يرتضيه جماعة ليكون مصلحا بين اثنين، إذن فلا ينبغي أن يحيف لشخص تجاه شخص. الأمر الثالث من شروطه أن يكون عندنا اطلاع على سبب الخلاف، لا ينبغي أن نأتي هكذا من غير معرفة بأسبابه. والأمر الرابع، وهو أمر مهم جدا لأولئك الذين يقومون بالإصلاح، أن تكون عندهم سمعة جيدة، أن يكونوا من علية القوم، ذكرهم حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي.